صباح الخير، نهاركم زين. نهاركم زين، صباح الخير. علاش محتاجين هنا؟ علاش احنا جينا لهنا؟ انتم معدد تعرفونا، عرفونا براحتكم ساعه. انا لا لا كلكم انا سي عمر، شركه تساركو بير سليميه نصر الله، مع تمديد مسر الله، ولايه القروير. شركه فلاحيه هاي، كانت قبل تاع الضيق من 63 تاع الضيق عام 85 دخلتها في سودا سمو، شركه تاع المهيري وناصر وبير سليميه مع بعض. بعد تقسمت ولات شركه سعوديه تونسيه، شركه نوى التنميه بير سليميه. عمار كان تقبل العاد السعودي خدم في 30 خدام، كان في النظام السابق ما كنت تعرفه بالأحوال ما يتكلم حد، لكن السعودي الله يخلص فيه في وقته، مشينا سياسة في وقته ومنظف، يزكي في الزيتون وموره مريقلة، يزرع في الزراعات الكبرى 2700 هكتار هذه نتاع زراعات كبرى، الفنات في الماء يبزم فيها التو، برا وشوفوها الماء يبزم وهي هاملة. تو عنده قداش مستثمر من الجاهزة، المستثمر هذا تخللها بالثورة، ما نسميش ما نحبش نسمي، المستثمر هذا مش مستثمر، مستعمر، جاء مستعمر، جاء حطم البلاد، العباد دمرها، البلاد حطمها، الزيتون تحرق، كانت الزيتون تطيح في 9 شكاير وفي 8 شكاير، تو الزيتون المحروق هاي انتم صوروه على البلاصة، الغنم دخل على 6000 نعجة فيها 12 سيرة، تو كراء ما فماش، نعجة ما فماش. قاعد خير الزيتون تحرق، برا نشوفوه الزيتون محروق، اطلعوا تو صوروا شوفوا الزيتون محروق، بلاد حطمها، نحن خدنا الزيتون زرعوه في بياتنا ياخذوا فيه يخلصوا فيه مع الباب، اميتنا يخدموا يسقوا فيه بلاد الزرع على ظهرها تسقى فيه، في الاخر يسالم فيه جينا نتكلم، هذا مخصوص عليه، الحساد له ما خلصوش، نحن من اللي جينا المستثمر هذا من اللي جينا كل شهر لما نقرفوا باش يخلصنا. في الاخر ما ولا ما عرفتش مخلصنا، يعطي بالمصروف. كي جينا نتكلموا ما رضيش ماني تورمت مخلصين، عملنا ورثنا المحكمه وخلصتنا المحكمه، خلصنا منه المره ذيك رجعوا وصرحنا ورجع، ماني تورمت مخلصين، لا عيدنا عيد كبير، لا عيد صغير، لا تلامذه اولادنا ما رجعوش عقل، ما عندناش باش نرجعوهم، ونحن نخلصوا في 450000، البريم يخلصوا في 450000، 450000 تعيش في الوقت هذايا، اولادنا ما رجعوش يقوا، هم قاعدين شادين دامهم يقوا. قدامي 8 شهور، راهم 8 شهور اخوي نحبوا الدوله تجيز تعملنا ترى سنة، ومشينا رانا مشينا لتونس على ساقين للرئاسه، قعدنا 4 ايام وخلنا نهار 5 وصلنا في الاخر، هنا قاعدين تو هنا تو ولو شاكين بينا، جات باعثين فينا الطرد اللي نحن محبسينه على الخدمه، قاسين عليه الضوء، عاقلين به الزيتون، التراكتورات هزوا التراكتورات مشى لهم الاشرار روح بهم، خذيهم من عند البعاد وما حبش يجينا غد، ما يطولش علينا خلاص. هو يشوفوا لنا حل، هذا يشوفوا لنا حل. معناها وضعيتها البلاد مهم، الزيتون تحرق، الارض فيها الماء، تصور انت شفيق الماء بتاع سيدي سعد، الماء البز من برا، ويجوا يشوفوا لا حب يحرق لا حب يخدم، شوفوا لنا حل، ترجع لمملكه الدوله شوفوا لنا احنا اللي عايشين فيها، البلاد نتاع ولايه كامله راهو الزيتون برك 18000 عود زيتون، كانت الزيتون تطيح الزيتون والله نتذكرها، شاي بعشاء لا نجمع فيها تطيح في 8 شكاير، تو برك شوفوكم كيفاش محروق. ودعم الدولة شوف لنا حل، هذه ملك دولة شوف لنا حل، يرحم والديك.